أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لاقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع ابنائها في اطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمه على العلم والتكنولوجيا محافظه على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الانسان في مقدمه اولوياتها وتسعى لتوفير الحياه الكريمه له تمتلك القدرات العسكريه والسياسيه والاقتصاديه التي تحافظ على امنها القومي ومكتسبات شعبها هذه مصر التي نحلم بها جميعا